الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، موجز لآخر الأخبار من قناة تن. أهلا بكم. أعلنت القوات المسلحة القضاء على 21 تكفيريا شديد الخطورة والقبض على 232 إرهابيا ومطلوبا جنائيا ومشتبه بهم، إضافة لتدمير 391 وكرا ومخزنا تابعا للعناصر الإرهابية بشمال ووسط سيناء خلال الأيام الماضية. جاء ذلك في البيان 21 للعملية الشاملة سيناء 2018، حيث أشار البيان إلى استمرار القوات المسلحة في طرح وتوزيع كميات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لضمان إمداد المواطنين من أهالي شمال ووسط سيناء بكافة الاحتياجات المعيشية. نظمت القوات المسلحة قرعة الحج السنوية لعدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية لأداء فريضة الحج لهذا العام على نفقة القوات المسلحة، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بمنظومة الرعاية الاجتماعية والمعنوية التي توليها لأبنائها. وشهد الاحتفال الذي أقيم على هامش القرعة العلنية تكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، عرفانا بما قدموه من عطاء وتضحيات للدفاع عن كرامة الوطن. أكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين أن التكلفة المالية الخاصة بكشف المواطن بقانون التأمين الصحي الجديد سيتم صرفها للوحدة في نفس اللحظة التي ينتهي فيها الكشف من هيئة التمويل. وأشار وزير الصحة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في محافظة بورسعيد التي يشملها تطبيق القانون ضمن المرحلة الأولى، أشار إلى أن الهيئة التمويل هي من ستدفع كل التكاليف للأطباء أو ثمن الدواء بقانون التأمين الصحي الجديد، ولن تتحمل موازنة الدولة جنيه واحد. أكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع كافة الجهات المانحة الدولية بهدف توفير التمويل اللازم لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذي تأتي على رأس أولويات استراتيجية وزارة التجارة والصناعة. وقال قابيل خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها مع وفد صندوق النقد العربي أنه يجرى حاليا إعداد استراتيجية قومية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال. يواصل أفراد الجالية العراقية في مصر اليوم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، وذلك في إطار انتخابات الجاليات العراقية بالخارج والتي تستمر على مدى يومين. من جهته قال سفير العراق في مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية الدكتور حبيب الصدر، وأدلى بصوته في المركز الانتخابي بالمهندسين بمحافظة الجيزة، ووجه الشكر والتقدير للسلطات المصرية لما قدمته من تسهيلات في العملية الانتخابية التي تجرى اليوم، كما أكد على أهمية الانتخابات بعد انتصار بلاده على تنظيم داعش الإرهابي والدخول في معركة جديدة وهي معركة البناء والإعمار وإعادة ما تبقى من النازحين. قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي أن ضربات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في سوريا هي عمل مخطط له بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران. هذا فيما نقلت وكالة تاس روسية للأنباء عن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن موسكو قلقة من التوترات العسكرية المتصاعدة بين إسرائيل وإيران في سوريا وتدعو لوقف التصعيد بعد الضربات الصاروخية الأخيرة. من جهته دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى نزع فتيل التوتر في الشرق الأوسط بعد أن قالت إسرائيل أن القوات الإيرانية في سوريا شنت هجوما صاروخيا على قواعد عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان وأنها قامت بالرد عن طريق شن ضربات صاروخية. وأشار قصر الإليزية إلى أن الرئيس ماكرون سيناقش اليوم الأوضاع في الشرق الأوسط خلال اجتماع مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قاعدة أندروز بولاية ميريلاند الأمريكيين الثلاثة المفرج عنهم من قبل كوريا الشمالية. وأشار ترامب في محادثة هاتفية مع نظيره الكوري الجنوبي مون جي إن إلى أن إفراج كوريا الشمالية عن ثلاثة أمريكيين موقوفين لديها سيكون مفيدا لقمة بيونج يانج وواشنطن. بدوره هنأ مون ترامب بإخلاء سبيل الأمريكيين واصفا هذه الخطوة بالقرار المحمود. إلى كينيا، حيث أدى سقوط أمطار غزيرة إلى دمار هائل لسد في مقاطعة ناكورو وأسفر عن وقوع وفيات. وبحسب مسؤول حكومي كيني فقد وقع الفيضان في مدينة سولاي بمقاطعة ناكورو على بعد 190 كيلو مترا شمال غربي العاصمة نيروبي.
من جهته قال حاكم المقاطعة إن المياه ألحقت دمارا هائلا بالأرواح والممتلكات فيما لم تتحدد حجم الأضرار حتى الآن. ختام الموجز في أمان الله.